أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، أرحب بكم إلى تفاصيل حلقة جديدة من برنامج عن قرب، وأيضا قضية جديدة نناقشها مع ضيوف الكرام. بعد 6 سنوات حرب، الخاسر الأكبر فيها الشعب اليمني الذي طالت أسفاره وهجر عن أرضه وانقطعت مرتباته، ناهيك عن سيل الدماء وشرخ في النسيج الاجتماعي وغيرها. 6 عجاف لا يبدو أن الحل العسكري حاضر، خصوصا بعد التدخلات الخارجية لإيقاف قرب حسم أي معركة كما في الساحل الغربي. إذن مشاهدينا الأكارم، اشتعلت جبهات مأرب تعز حجة في تطور كبير قد يخل بتوازن جماعة الحوثي، ولكنها ما زالت تدفع بمجاميعها لتلك الجبهات. سارعت أمريكا عبر مبعوثها لإيقاف هذه المعارك بالتوازي مع تحركات غريفيث، حتى أتت المبادرة السعودية القاضية بإيقاف الحرب وفتح مطار صنعاء ورفع القيود عن ميناء الحديدة، وذلك بإشراف أممي على أن يتم إيداع الضرائب عبر حساب البنك المركزي في الحديدة، مبادرة لاقت تأييدا واسعا عربيا وعالميا، وفي المقابل رفضا إيرانيا عبر سفيرها في اليمن. كذلك قيادات الحوثي سارعت إلى التقليل من هذه المبادرة. إذن الأسئلة المطروحة: ما إمكانية تطبيقها؟ وماذا يعني الرفض الإيراني؟ وما هو موقف أمريكا من هذه المبادرة؟ أسئلة نطرحها على ضيوف الكرام بعد أن نذهب لمتابعة هذا التقرير. وقبل انطلاق أي موقف حوثي لرفض المبادرة السعودية الرامية للسلام وإيقاف الحرب، خرج حسن إيرلو سفير إيران غير الشرعي في اليمن لأن يعلن رفض طهران لهذه المبادرة، وكتب رفضه بالفارسية، موقف لا يمت إلى الدبلوماسية الدولية بأي صلة، وفيه من انتهاك السيادة ما يشيب له الولدان وتتمعر له الوجوه. فلم يترك هذا الوجه الإيراني للحوثي أي مهرب أو مجال للمراوغة تحت مسمى السيادة أو الدفاع عن اليمن، فقد استولى هذا الشاحب على كرسي الحكم العسكري لصنعاء فعليا. انتهاك السيادة اليمنية هو ذات انتهاك السيادة العراقية من قبل إيران، وموقف حسن إيرلو الأخير من صنعاء هو ذات موقف إيرج مسجدي السفير الإيراني في العراق، والذي ظهر به في فبراير الماضي منتهكا للسيادة العراقية بمطالبة تركيا الرحيل عن الأراضي الكردية الغنية بالنفط في العراق. وكلا السفيرين الإيرانيين يتحدثان بكل بجاحة عن الاحتلال. تأتي هذه التصريحات غير الدبلوماسية بعد تصريحات أكدت أن صنعاء هي العاصمة الرابعة للنظام خامنئي بعد بغداد وبيروت ودمشق. يرى السياسيون أن خروج إيران بهذا الوجه الوقح يؤسس فعليا لعقد صراع جديد، وينهي كافة الخطوات السياسية لمحاولة احتواء الحوثيين في قمقم حوار سياسي، بل أن وجهات نظر الحوثيين من صنعاء هي الأخرى باتت تتعامل كالذنب بالنسبة لطهران. وهذا ما خرج به صراحة محمد علي الحوثي الذي ربط أي سلام في المنطقة العربية قبل التفاوض على الملف النووي الإيراني بالتنازل المجاني. فتوقيت التغريدة ينبئ عن الكثير ويؤكد التبعية المطلقة. من جانبها السعودية صاحبة المبادرة لم تبدي أي رد فعل تجاه الموقف الإيراني من السلام في اليمن، بعدما ألقت كافة أوراقها وتنازلاتها إلى ملعب ميليشيات الحوثي الإرهابية. وهناك انتقاد كبير من تسليم هذا الملف الإنساني إلى يد ميليشيات تتحكم بمصائر اليمنيين، ما ينذر بأن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثي بات مسؤوليته، وأن الأيام المقبلة في ظل تصلب المواقف سيشهد الحال الإنساني تدهورا كارثيا، ورح ستدور على رؤوس المدنيين. وبين المبادرة ورفضها، بل وبين السلام واستمرار الحرب، لم يعد من خيار آخر غير الخيارات العسكرية التي تعد أقرب الطرق لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية والأزمة الدبلوماسية، من خلال إلغاء اتفاق ستوكهولم ودخول الحديدة، ومنع أي تعامل سياسي مع الميليشيات عبر ما تسميه الأمم المتحدة بجهود السلام في اليمن، بل وتصنيف الحوثي عبر مجلس النواب جماعة إرهاب مدعومة دوليا، وصب كل الجهود لإحكام السيطرة تماما على جميع منافذ اليمن. ومراقبون يرون بأن المسألة برمتها تحتاج إلى تعجيل وتحميل إيران دوليا التبعات الإنسانية لأكبر معاناة في العالم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، وأرحب أيضا بضيفي الكريمين الدكتور محمد الحبابي محلل سياسي وخبير استراتيجي، والدكتور محمد جميح كاتب ومحلل سياسي. أبدأ بالدكتور محمد الحبابي. دكتور أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا أستاذي، يسرني أن أظهر معك على قناة اليمن اليوم ونعلق على هذه المحاور الهامة التي طرحتموها. ونحن كذلك في سرور كبير لانضمامك معنا لمناقشة يعني أبعاد هذه المبادرة. يعني كيف يمكن تقييم الأصداء الآتية طبعا من الوطن العربي، من العالم بشكل عام، وإذا ما تحدثنا على وجه الخصوص أمريكا، خصوصا أنها تنهج هذا النهج في السلام؟ تأتي هذه المبادرة مبادرة خامسة بعد مبادرة ظهران الجنوب المدينة السعودية ومبادرة الكويت ومبادرة جنيف ومبادرة ستوكهولم. هذه المبادرات الأربع التي كتقييم لها أنها كانت نتائجها 0%، لم يستفد منها الشعب اليمني، لم توقف الحرب، لم تقوم مسار الحوثي، لم يكن هناك فيها تفاهم على المستوى الدول المهتمة باليمن، ولكن كان النفس الطويل الذي يتخذه التحالف العربي والأراضي المملكة العربية السعودية سببا في إظهار هذه المبادرة التي جاءت، وهناك نجاح في مختلف الجبهات اليمنية يخلقه الجيش اليمني لحكومة الشرعية مدعوما بالقبائل ومدعوما من صقور التحالف. لذلك نجد جبهة مارب في نجاحات، جبهة تعز، حجة، الحديدة، ونجد الحوثي منكسرا وفي أضعف حالاته، ولا سيما بعد الضربات التي كانت على منطقة صنعاء وتعز وحجة بمناطق تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. طيب دكتور، إذا سمحت لي بعد إذنك، يعني نعم، يعني أنت ذكرت يعني أن هناك تقدمات كبيرة تحسب لطرف الطرف الحكومي، طرف الشرعية في كثير من الجبهات، يعني الطرف الحكومي الآن في موقف أقوى من الميليشيات الحوثية. مع ذلك الميليشيات الحوثية ما زالت تناور أو ترفض مثل هذه المبادرات، لماذا برأيك؟ سبب الرفض أن هذه الميليشيا الحوثي لا تأتمر برأيها وليس لها رأي إلا ما تراه طهران. لذلك الرأي درس في طهران، أبدوا موافقة ولكن موافقة مشروطة، قالوا لا بأس أن يكون هناك مبادرة للسلام ولكن دون تدخل دول أخرى، بمعنى نحن ومن في اليمن، الحكومة في اليمن الذي يحكمها في صنعاء حسن إدريس إيرلو، ونحن مع اليمنيين. وهذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. الشأن اليمني لديه دول ضامنة كالمملكة العربية السعودية، وهناك دولة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين ذكر أن هناك بحث للسلام ومباحثات درست في سلطنة عمان مع الحوثيين. الحوثيين يرغبون مالا، هم لصوص، هذا ما يوحي لنا من كلامهم. هم يودون اموالا، هم اموال حرب، ومندوبهم محمد عبد السلام او اسمه الحقيقي عبد السلام صلاح زيته، هذا اللص الذي يتنقل بحقيبته باحثا عن الاموال ومستثمرا. طيب دكتور هذه المجموعة يعني نعم، محمد عبد السلام يعني بأول دقائق للمبادرة السعودية يعني قلل من شأنها وقال أنها لم تأتي بجديد. مثل هذا الشخص والمتحدث باسم هذه الميليشيات، يعني هل يعني هذا الرفض يعني مقدم للميليشيات الحوثية، أم سننتظر لرفض رسمي من الممكن طبعا أن تقوم بنشره الميليشيات؟ يا سيدي، اليمن ورقة تفاوضية لدى إيران من ضمن أوراقها في العراق وفي سوريا وفي لبنان، ومن المفلح الذي نتفائل به أن ورقة اليمن هي أضعف أوراق إيران، لأن هناك تقدما في الساحات القتالية رفضا من قبل
المواطنين اليمنيين لطهران وأشياعها وميليشيا الحوثي الداخل اليمني متماسك أكثر من ذي قبل. بقي أن نقول أن الأطياف السياسية في اليمن تترك الخلافات البينية، ورجالات اليمن الأثرياء في مختلف دول العالم، في دول الخليج والدول العربية ومختلف دول العالم، يجب أن يقفوا مع بلدهم، يجب أن يعيدوا اليمن. اليمن صحيح. هو الوطن وهو البيت الحقيقي لكل يمني، تاجرا كان أو سياسيا أو اقتصاديا أو عالما أو مفكرا، يجب أن يكون اليمنيون يدا واحدة. حسن إيلو لو لم يجد من يعطيه أكثر من حجمه لما تحدث وقال أنا الحاكم بأمري في صنعاء وأنا أرفض وأنا أقول. ومحمد عبد السلام ما هو إلا صفر في هامش السياسة في اليمن، ولكن طيب. الحوثيون يمتلكون أسلحة توجه من قبل أعداء. هذه الأسلحة الآن أؤكد لك يا سيدي أن معظمها قد قضي عليه، لذلك الحوثيون أضعف من بيت العنكبوت. طيب دعني فقط أشرك في هذا الحوار الدكتور محمد جميح، أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا بك. يعني بعد ترحيب أمريكا طبعا بهذه المبادرة، وكنت سألت الدكتور محمد الحبابي بهذا التوجه الأمريكي نحو السلام وخطة بايدن وغيرها، ما هي الأوراق التي بيد الميليشيات أو بيد أمريكا للضغط على الميليشيات الحوثية؟ وهل ترى أن الضغط مباشر على الميليشيات الحوثية أم لابد أن يكون الضغط على إيران بشكل مباشر نظرا لأنها صاحبة القرار؟ أخي العزيز، بعد التحية لك ولضيفك الكريم دكتور محمد والمشاهدين. طبعا يعني بالنسبة للوسائل الضغط على الحوثيين، نحن في اليمن والتحالف العربي لا يحتاجون إلى وسائل ضغط على هذه الجماعة. يعني كل ما في الأمر أن ترفع يد المجتمع الدولي عن اليمن وأن يترك اليمنيين الأمر ليقرروا مصيرهم. يعني هناك مقولة مكذوبة ومغلوطة، يعني أسهم في تكريسها، وهي كذبة من الكذبات، أسهم في تكريسها وسائل إعلام مرتبطة بإيران. هذه المقولة تقول بأن الحل العسكري استنفذ، وأنه استنفذ كل وسائله ولم يعد ممكنا لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي. أنا أرى أن العكس صحيح، الحل السياسي هو المستحيل مع الحوثيين لاعتبارات تعرفها أنت ويعرفها أدنى مشاهد وأدنى مشاهد بمستوى الفهم. لكن الحل العسكري لم يستنفذ، والحقيقة أنه لم تتح له الفرصة. وأكبر مثال على ذلك عندما كان الحل العسكري قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة حديدة ومينائها، دخل المجتمع الدولي على الخط وأوقف هذا الحل العسكري. إذن كيف نقول يعني وكذلك الآن يعني برأيك وكذلك الآن التحركات والمستجدات في تعز في حجة وأيضا المستجدات في مأرب والتقدمات التي تصب في صالح الجانب الحكومي، يعني برأيك أن هناك نفس التوجه من المجتمع الدولي لإيقاف مثل هذه المعارك؟ يعني ولماذا طبعا جاءت هذه المبادرة؟ هي أصلا يمكن ربط هذه المبادرة أيضا بإدارة بايدن. هذه الإدارة في يعني دعاياتها الانتخابية في حملاتها الانتخابية قالت بوضوح بأنها ستسعى لوقف الحرب في اليمن، وبايدن الآن يقوم بعكس كل ما قام به سلفه ترامب، ويريد أن يناقض سياسات ترامب وخاصة في الملف اليمني وملف الشرق الأوسط تحديدا. لكن طبعا هذا بالنسبة لنا نحن في اليمن، ينبغي أن تتولى الحكومة الشرعية مسؤولية إفهام الإدارة الجديدة ما لم تفهمه في الوضع اليمني، لأن الأمريكيين في حقيقة الأمر لا يفهمون تعقيدات هذا الوضع. وأكبر قضية لا يفهمونها أن هذه الجماعة هي جماعة دينية وليست جماعة سياسية، وبالتالي يصعب الوصول مع جماعة دينية ترى أنها على الحق وأنت على الباطل، يصعب الوصول معها إلى حل سياسي. طيب يعني برأيك هل يعني هناك قصور من الجانب الحكومي لإظهار مثل هذه الصورة أو رفع تقارير لأمريكا، يعني أو يمكن وضع أمريكا بالصورة الحقيقية للميليشيات على الواقع في اليمن؟ طبعا هناك قصور كبير يعني في كل مستويات هذه الحرب، يعني لم نصل للمستوى المطلوب لو يعني عملنا بكل ما لدينا من جهد أو بأقل الجهد حتى لكنا في وضع أفضل بلا شك. يعني يجب أن ننتقد أنفسنا، لكن أنا أعتقد أنهم يعني عندما وصلت المعارك إلى حدود محافظة مأرب، أنا ألحظ نوعا من التحسن في الأداء العسكري، في الأداء الدبلوماسي، في الحراك السياسي كذلك،
لأنه ليس أمامنا إلا أن نتحرك وأن نخوض هذه المعركة بكل مستوياتها إعلامية ودبلوماسيا وسياسيا كما نخوضها عسكريا. لكن بالعودة إلى هذه المبادرة أخي الكريم، هذه المبادرة هي كما قلت أسقطت القناع عن وجه الحوثيين الذين يتعللون بالوضع الإنساني. وعندما جاءت الفرصة لفتح مطار صنعاء قال محمد عبد السلام بأن المبادرة لم تأتي بجديد، فيما هو كان يطالب على مدار سنوات فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والعربية. هذا شيء جديد في المبادرة وهذا تقدم. لكن طبعا الشيء المثير أن حسن إيرلو منتحل صفة سفير إيران لدى اليمن في صنعاء، يعني تولى الأمر وقال بوضوح بأن هذه المبادرة هي مشروع حرب. وأنا في حقيقة الأمر لا أفهم كيف يمكن أن تكون مبادرة سلام وكيف تكون مشروع حرب. يعني إذا سمحت لي دكتور، يعني بعد إذنك يعني أطرح هذا السؤال على الدكتور محمد الحبابي. يعني إيرلو يقول بأن هذه المبادرة هي مشروع حرب، يعني ويضع شروط وواضحة طبعا على هذه المبادرة لإنجاحها والعديد من الأشياء التي تدل بما لا يدع مجال للشك بأن إيران هي صاحبة القرار. كيف فهمت المملكة العربية السعودية هذه التصريحات؟ تصريحات السفير الإيراني في صنعاء حسن إدريس إيرلو لا ليس من القوة السياسية، هو يناود لأنه لم يتلقى كلاما من إيران بالقبول أو الرفض، وكذلك ميليشيا الحوثي. الآن القرار يدرس في طهران وهم يفكرون به جيدا. نعم. وقد ذكروا بعض الأمور منها رفع العقوبات الاقتصادية، دخول إيران كمفاوض دون أدنى شروط، عدم الحديث عن تطوير الصواريخ البالستية والعودة إلى القرار الأممي 22 و 31. هم ذكروا أمورا كثيرة ولكن هيهات لهم أن تقبل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت لا رفع للعقوبات، نجلس للحوار ونذكر أخطاءكم التي فعلتموها بالإقليم، منها إثارة الفوضى، تطوير الصواريخ، الفوضى التي حصلت في تخطيط البرنامج النووي الإيراني. إيران تود أن تناور ولكن طيب. طيب طالما إيران تود أن تناور يا دكتور، يعني حتماً. يعني طيب إيران تناور كما تتحدث أنت، يعني هل المجتمع الدولي الآن بعد هذه المعطيات سيتعامل مع الملف الإيراني بشكل يعني أولي قبل أن يتحدث مع الميليشيات الحوثية، أم المجتمع الدولي الآن يتعامل مع فصل الملفين عن بعضهما؟ هذا السؤال ذهبي وأشكرك على هذا السؤال. أنا أقول أن هذه المبادرة هي آخر ورقة توت تستر الفضائح الإيرانية في إيران، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق. بعد هذه المبادرة سيعلم العالم جميعا أن إيران دولة معتدية قاتلة مجرمة تثير الفوضى وتعتدي على جميع الشعوب وتحيل كل دولة تدخل فيها إلى خراب. بعد هذه المبادرة سيحصل هناك تلكم. التحالف العربي الذي تقوده المملكة لن يصبر على ترهات حسن إيرلو أو ترهات محمد عبد السلام. سيستمر القصف وسيكون أقصى من ذي قبل، وستكون الجبهات في سائر مناطق اليمن في أفضل حالاتها، وتجمع القبائل وتجمع الداخل اليمني. يعني أفهم من كلامك بأن يعني إذا لم تستغل الميليشيات الخير كما نعم. حصل في ليبيا. نعم، إذا لم تستغل الميليشيات هذه المبادرة فالحل العسكري هو المطروح. قبل نعم. الحل العسكري نظرا نعم نظرا للاتجاهات نحو نعم. السلام الذي ينشده الجميع الآن، يعني في حال رفض نعم. الميليشيات الحوثية هل سيتم نعم. يعني حوار يعني مباشر مع الميليشيات الحوثية؟ من الطرف الذي يقوم بالتحاور مع الميليشيات الحوثية وإقناعهم إن صح التعبير؟ هناك حوار يا سيدي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في الغرف المغلقة في سلطنة عمان ونعلم ذلك، ولكن هناك تلكر. ولكن طالما أن الأمور في مختلف الجبهات وقبائل اليمن والشعب اليمني من الداخل متضامن ستهلك هذه الميليشيا وتحت ضربات جيش الشرعية والقبائل والتحالف العربي
سيخضعون لا محالة. حسن إدريس له ورقة محترقة، محمد عبد السلام لا نفع يجدي من هذا الرجل. إيران الآن تناور في آخر مناوراتها، عسى أن تكسب شيئا من الشروط 13 التي أمليت عليها وهي مجبرة. وبإذن الله أنا أتوقع في الأيام القادمة ستكون هناك أمور مفلحة للشعب اليمني. طيب. لأنه الإيران الآن لا تملك من أمرها شيء. طيب، جزيل الشكر لك دكتور محمد الحبابي، محلل سياسي وخبير استراتيجي. سؤالي الأخير لك دكتور محمد جميح، يعني كيف يفهم المجتمع الدولي والسعودي على وجه الخصوص يعني هذا التصعيد بعد المبادرة يعني السعودية مباشرة، يعني وكيف نفهم أيضا تأخير الرد الرسمي الحوثي؟ يعني هو الرد الرسمي الحوثي طبعا كان مرتبكا في اليوم الأول، قال محمد عبد السلام بأنها لم تأتي بجديد. يعني هو رد أقرب إلى الرفض، يعني بمعنى أن الأفكار المطروحة هي أفكار نوقفت من قبل وأنها مرفوضة. وطبعا هي كما قلنا هي أتت بالجديد، فتح الميناء والمطار هذا جديد، لكن طبعا يفهم التردد الحوثي في سياق أنهم لابد أن يأخذوا الضوء الأخضر من إيرلو، وإيرلو قد قال صراحة بأن هذه المبادرة هي مشروع احتلال وحرب. يعني برأيك دكتور هل سنشهد يعني موقف رسمي نظرا لما صرح به إيرلو في اليوم يعني اليوم أو البارحة، يعني هل سنشهد يعني موقف رسمي الآن من الميليشيات الحوثية يعني المتجه نحو الرفض؟ أخي العزيز، هناك خياران، إما أن تسكت هذه الميليشيا ولا تتجاوب أو تتعاطى أو تظل يعني تقول عبارات مطاطية وعامة، أو أن يصدر عنها موقف. وفي حقيقة الأمر أننا يعني لا ينبغي أن ننظر للحوثيين ككتلة واحدة، هناك تيارات مختلفة ومصالح متضاربة. هناك التيار الإيراني المتحكم هو التيار العقائدي المتحكم في الحركة الحوثية، وهذا التيار لا يريد السلم. لماذا؟ لأنه يرى بأنه يمكن أن يستنزف العرب واليمنيين في معركته في اليمن دون أن يخسر الشيء الكثير مقابل استنزاف موارد الأمة في هذه الحرب. هذا التيار سينصدم بلا شك مع تيار من ما يمكن أن يكونوا عقلاء داخل هذه الحركة أو يميلون إلى التوافق مع المكونات الوطنية الأخرى. لابد أن يحصل نوع من الصدام، ليس الصدام العسكري وإنما على الأقل الصدام الجذري داخل هذه الحركة. ولكن بالمحصلة النهائية أنا أتصور أن هذه الحركة طيب يعني الصدام بين هذه الحركة والاختلافات وغيرها من الإرهاصات بينها وتطويل أمد يعني المعركة أو الرد على مثل هذه المبادرة، هل ينتظر المجتمع الدولي يعني هذا الوقت حتى تصدر الميليشيات يعني موافقتها أو رفضها لهذه المبادرة، أم سيستخدم أوراقه المجتمع الدولي أو المجلس الأمن يعني للضغط عليها، أو ربما أمريكا يعني تقوم بتصنيف بعض الشخصيات أو القيادات الحوثية من ضمن قوائم الإرهاب أو غيرها من الوسائل؟ دعني أقول بكل صراحة، من يركن على المجتمع الدولي هو خاسر وهو الطرف الأضعف. يجب أن يقرر التحالف العربي واليمنيون مصير هذه المعركة، لن تقررها لا أمريكا ولا المجتمع الدولي. إذا مشت هذه المعركة باتجاه معين فلن يكون أمام المجتمع الدولي إلا أن أبارك. وخير مثال على ذلك ما حصل في ليبيا، عندما تعادلت القوى سرنا في اتجاه السلام وسار الليبيون في اتجاه السلام، واليوم لدى الليبيين مساعي لتشكيل حكومة وربما يطون صفحة الحرب. أخي العزيز، لا يمكن أبدا أن يحل السلام ما لم تكن هناك قوة كبيرة تضغط على الحوثيين وتجبرهم على القبول، ليس تنهيهم وإنما تجبرهم على القبول بالحل السياسي. أما أن نظل نتحدث عن المجتمع الدولي وطروحات المجتمع الدولي فهو لا يفهم تعقيدات الوضع في اليمن. نحن الذين نفهم اليمن، والعرب هم الذين يفهمون تعقيدات هذا الملف، والسعوديون تحديدا والخليجيون ربما هم الأقرب إلى فهم تعقيدات المشهد اليمني. ولذلك علينا أخي العزيز أن نركز على البعد العسكري. إذا أحس الحوثي بأنه سينهزم عسكريا فسوف يأتي إلى طاولة المفاوضات، أما ما عدا ذلك فهو في تصوري مجرد مضيعة للوقت. إذن جزيل الشكر لك دكتور محمد جميح، كاتب ومحلل سياسي، سعيد بتواجدك معي في هذا المحور. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الأكارم إلى المحور الثاني الذي نخصصه على مخيمة النازحين في مأرب والاستهداف الحوثي الأخير. إذن مأرب هي الوجهة الأولى للنازحين، لما رأوا فيها من أمان نسبي قد يلجأون إليها
هربا من نيران الحوثي، حتى لحقتهم النيران إلى أماكن النزوح واستهدفت مخيماتهم، وهذه المرة في مخيمات التواصل والخيل والميل، تسببت بجرح 5 نساء واحتراق مخيمات وتضرر مصادر المياه. ولم يكن هذا الاستهداف هو الاستهداف الأول، هو الاستهداف الأول ولن يكون الأخير، حتى أصبح النازحون ينزحون أكثر من مرة وفي كل مرة يواجهون نفس المصير. من ينقذ هؤلاء ومن يقف أمام هذه الميليشيات لإيقاف مثل هذه الانتهاكات، ومن بيده كل ذلك؟ سنناقش هذه الأسئلة مع ضيفي الكريم من الإعلام العسكري مأرب رفيق السامعي. أهلا ومرحبا بك رفيق. حياك الله أخي وكافة السادة المشاهدين لقناة اليمن اليوم. مرحبا بك. نعم يعني نحن نتحدث رفيق يعني إذا سمحت لي عن استهداف لمخيمات النازحين بعد يعني زيارة أممية، كيف يفهم ذلك؟ تفضل. أسمعك رفيق، تفضل. رفيق هل أنت معي؟ هل تسمعني؟ نعم. إذن أرحب بسيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية للنازحين من مأرب أيضا. سيد سيف أهلا ومرحبا بك. سيد سيف هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصالات يعني نعم سيف. إذن مشاهدينا الأكارم حتى تجهز الاتصالات كما أشرت يعني بأن هناك استهداف لمخيمات النازحين، يعني تضرر العديد من الناس في هذه المخيمات. هذه المخيمات يعني لجأ إليها العديد من الناس من الجوف، خصوصا بعد أحداث الجوف والذهاب نحو الجوف والاستهداف الحوثي، يعني حتى قاموا بإحكام سيطرتهم على مدينة الحزم وغيرها. يعني هذه الخيام كما تشاهدون مشاهدين الأكارم يعني بإمكانيات بسيطة، وكيف لنا نتخيل بأن تكون هناك هجمات يعني بصاروخية أو بطائرات مسيرة على مخيمات بمثل هذه أركا. إذن رفيق أعتقد أن عاودنا الاتصال برفيق. رفيق هل أنت معي؟ نعم أخي، نعم معك. نعم رفيق، أنا كنت سألتك طبعا عن دلالات والرسائل وراء استهداف مثل هذه المخيمات بعد زيارة أممية، يعني بعد 2 فقط. نعم أخي، ليس بغريب، هذه الأعمال الإجرامية الغادرة والجبانة التي تقوم بها تلك الميليشيا الحوثي الإرهابية باستهدافها للأحياء السكنية ومخيمات النازحين المكتظة بالأطفال والنساء. تأتي هذه الاستهدافات الهمجية والإجرامية من قبل تلك العصابة بعد هزيمتها النكراء وتلقيها الضربات القاسية والأليمة على أيدي أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات وميادين القتال، خصوصا في جبهات مأرب الغربية والجنوبية. ما تزال تلك الميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل قصفها لمخيمات النازحين على أطراف محافظة مأرب، على وجه الخصوص في مخيمات الميل والسويداء وغيرها من مخيمات النازحين، دون اكتراث لسلامة وحياة تلك الأسر من النازحين في هذه. طيب يعني رفيق، ما هي الرسائل، انا اقصد ما هي الرسائل التي تريد ايصالها الميليشيات الحوثيه بالاستهداف خصوصا بعد زياره امميه يعني الى هذه المخيمات؟ نعم اخي، هذا الاستهداف الغادر والجبان اتى بعد ساعتين تقريبا من وصول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى محافظة مأرب للإطلاع عن أوضاع المحافظة، وعلى وجه الخصوص أوضاع مخيمات النازحين الذين يتنقلون من مخيم إلى آخر. التقينا اليوم بال
العديد من تلك الأسر النازحة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي بقذائف ومدافع الهون في تلك المخيمات. نعم. وهناك قصص إنسانية موجعة وأليمة روت لنا تلك الأسر، خصوصا أنها قد نزحت بعضها للمرة الخامسة والسادسة من مختلف مخيمات النزوح، سواء من محافظة صعدة، من محافظة صنعاء، وأيضا محافظة الجوف وغيرها. نعم. من طيب إذا سمحت لي سيد رفيق، أرحب بالأستاذ سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية للنازحين، كنت رحبت به من قبل، أتمنى أنه يسمعني الآن. سيد سيف أهلا بك. سيف، نعم، حتى يجهز الاتصال أعود إليك رفيق. يعني كيف لك أن تصف لنا الآن وضع مثل هؤلاء النازحين، خصوصا أن تتحدث بأن بعض النازحين نزحوا لأكثر من مرة، تصل إلى 4 أو 5 مرات؟ يعني هل هم في مأمن الآن، أو ما هي المناطق الأكثر أمانا حاليا يمكن نقل هؤلاء فيها؟ نعم أخي، بعض الأسر قامت بالنزوح من تلك المواقع التي استهدفتها تلك العصابة الإجرامية بقذائف ومدافع الهون إلى مناطق آمنة ومستقرة الآن، وتلك الأسر النازحة التي قامت بموجة جديدة من النزوح تفتقر إلى أبسط المقومات الإنسانية التي تعينها على مواجهة وصلف العيش نتيجة الاستهداف الهمجي والغادر الذي قامت به تلك العصابة الإجرامية دون وازع من دين أو ضمير أو إنسانية. طيب هل هناك تحركات رفيق يعني من منظمات، يعني خصوصا أن الموضوع أصبح رأي عام والاستهداف يعني كان واضح، يعني هل من تحركات يعني من بعض المنظمات لإنقاذ أو لتقديم المساعدة أو غيرها؟ بالنسبة لتحرك المنظمات، هناك تحرك ضئيل جدا باستثناء مركز الملك سلمان وأيضا حملة الكويت إلى جانبكم الذي قامت يوم أمس بتدشين وتوزيع المئات من السلل الغذائية والحقائب الإيوائية لتلك الأسر النازحة التي استهدفتهم تلك العصابة الإجرامية في مختلف مخيمات النزوح على طيب. محافظة مالي. طيب رفيق، أتمنى أن السيد سيف يسمعني. سيد سيف، يعني أطلعنا على تفاصيل زيارة ديفيد غريسلي طبعا لهذه المخيمات، هل من نتائج يعني لهذه الزيارة، هل من وعود، هل يعني من أشياء أو اتفاقات يمكن أن تفيد هؤلاء النازحين؟ نعم تفضل. السلام عليكم. طبعا بخصوص زيارة السيد ديفيد إلى محافظة مأرب في الأسبوع الماضي، نعم. طبعا الزيارة كان المكان الزيارة أنه تم إخلال مركز إنساني مستقل في محافظة مأرب. محافظة مأرب كانت في الأيام الماضية في السنوات الماضية مركزيا إقامة الميليشيات الحربية في محافظة صنعاء، وكانت محافظة مأرب لا يوجد اهتمام في هذا الجانب من جانب المراحل الإنسانية. نحن في محافظة مأرب التي تعد بالنازحين فيها أكثر من 2,194,000 نازح على مستوى المحافظة. وأيضا المخيمات التي تعتبر غالبا أول ملجأ آمن للأشخاص النازحين داخليا، هذه المخيمات تم زيارتها من قبل السيد ديفيد، لكن للأسف بعد الزيارة بيومين تم قصف هذه المخيمات التي تأوي أكثر من 4,060 نازح، مخيم المير ومخيم تواصل. طيب أستاذ سيف، هذا الرقم الكبير، يعني 2 مليون تتحدث وأكثر من 2 مليون نازح، يعني هناك موجة نزوح كبيرة تستهدف مأرب، يعني لماذا لا يتم اعتماد مركز إنساني خاص بمأرب؟
وهذا ما أعلن عنه بيفيد زيارته عند اللقاء الرسمي كان مع الأخ لواء سلطان جلالته ومع كل المكاتب المختصة. وتم إعلام بمركز إنساني مستقل وسوف نتابع في هذا الجانب، لكن ندعو التحرك المباشر من قبل السيد بيفيد بشكل خاص تجاه الهجوم العبثي، الهجوم العشوائي والحرب العشوائية على الناجحين، وبخاصة المخيمات التي تم زيارتها. أخي العزيز، نحن نزلنا إلى المخيمات وبعد يوم يتم قصف المخيمات التي تم نزول إليها من قبل المجلس الأمومي اللي هو السيد بيفيد. هذا يعتبر تحدي دولي، تحدي ضد الناجحين. هؤلاء الميليشيات الحوثية لا يؤمنون بحماية الناجحين، لا يؤمنون. وهذا التحدي يعني تحرك مباشر فيه. نعم، التحدي هذا عواقبه وخيمة فقط أيضا على النازحين وعلى البشر. شكرا جزيلا لك، نظرا لذلك الوقت أعتذر منك سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا من الإعلام العسكري في مأرب الأستاذ رفيق السامي، شكرا جزيلا لتواجدكم معي في هذه الحلقة. وأشكركم أيضا مشاهدين الأكارم على حضور هذه الحلقة. هذه تحياتي أنا جمال السودي وفريق العمل لهذا البرنامج. إلى اللقاء.